شهدت فعاليات بطولة العالم للخماسي الحديث والتي استضافتها محافظة بورسعيد أجواء احتفالية متنوعة، واستقبلت المحافظة وفود الدول المشاركة، ويشارك في هذه البطولة بأكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 33 دولة. أجواء رائعة من حيث التنظيم والاستقبال لوفود من شتى بقاع العالم شهدتها محافظة بورسعيد التي استضافت بطولة العالم للبياثل والترياثل الخماسي الحديث. شارك في البطولة التي أقيمت على شاطئ مدينة بورفؤاد أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 33 دولة، كما يشارك لاعبون من ذوي الهمم. أنا فرحان بهم جدا، وفرحان أن مصر حظت جزء كبير من الميداليات، واللي فرحان منه أكتر إن إحنا وصلنا بشكل شبابنا هنا، إنه منهم من حصل على الميدالية ومنهم من كان مشرفاً، إحنا ما عندناش حد خسران. بنقول إن إحنا مستمرين في رفع الراية، وده أكبر دليل. منا من نجح وعمل، ومنه من ارتوت هذه الأرض بدمه، ومنه من أكمل، ومنه من قام بالتنمية، ومنه من يستمر في التنمية، ومنه من يكمل في شكل السياحة والسياحة الرياضية. ده حقهم. بقول ان احنا جاهزين لاستقبال اي حد، يشرفنا وجود اي حد، هنكون في خدمة اي حد، هنكون جاهزين ان احنا نطلع بلدنا لحتة تانية بإذن الله ان شاء الله في بطولات قادمة، ونحن ننتظر. يمكن بورسعيد استضافت 33 دولة على ارض بورسعيد، قدرنا نستضيف اكتر من 700 رياضي من مختلف دول العالم، قدرنا ان شاء الله ان احنا نوصل ان يكون في 33 سفير لينا في دول العالم كلها موجود على ارض بورسعيد، ويوصلوا الصورة ان مصر فيها امن وفيها امان، فيها كافة الاستعدادات، فيها منشآت رياضية تستقبل أكبر البطولات، وبإذن الله بورسعيد تكون عاصمة السياحة الرياضية قريبا إن شاء الله. إسلام البهنساوي رئيس مجلس مدينة بورفؤاد قال إنه تم التأسيس لأعمال القطع ولمضمار الجري والرماية بشاطئ المدينة وكذلك السباحة في المياه، بينما أشار محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب إلى أن المحافظة دائما سباقة في استقبال واستضافة الأحداث الرياضية خلال المرحلة الحالية بدعم وتوجيهات القيادة السياسية. طبعا ببارك لمصر كلها باستضافه الحدث الهام بطوله كاس العالم الخماسي الحديث، وبارك لمحافظه بورسعيد بهذا المظهر المشرف اللي ظهرت به امام 33 دوله، اكثر من 250 لاعب من مختلف دول العالم، تنظيم من ابنائنا وزمايلنا في الاكاديميه وفي محافظه بورسعيد، تنظيم رائع غير عادي، بيدل دايما ان مصر على الخريطه العالميه لاستضافه الاحداث الدوليه. ربنا وفقنا النهارده لختام البطوله، الحمد لله كانت بطولة ناجحة جدا، كان في إعداد وتجهيز على قدم وساق الحقيقة من جميع الأجهزة التنفيذية في مدينة بورفؤاد، وبدعم كامل من السيد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، كان موجه جميع الإمكانيات الحقيقة لصالح مدينة بورفؤاد للإعداد والتجهيز. والحقيقة ان احنا في ايام بسيطة جدا قدرنا الحمد لله نوصل شاطئ بورفؤاد ان هو يكون بشكل عالمي ليستقبل 33 دولة من مختلف دول العالم. البنية الرياضية في مصر تطورت بشكل غير مسبوق السنوات الماضية، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي من قدرة كبيرة ومذهلة على استضافة مصر للبطولات العالمية.